أسامة السعدي 31 عام انجينيور اغرونوم. خديت الباك عام 2005. بعد مشيت عملت بريباراتوار بيولوجيك. هنا نحن بيت بارانتيز انكدود مشيت في دار غلطة عمرت الفيش تاع الاورينتاسيون حطيت كود تاع ميديسين سوس وقتها ونلقى روحي في البيرو في الإناث. من الأول سيتي سافا با خاطر ريت اللي أنا غلطت من بعد حبيت الدومين هذاك كملت سيكل انجينيور من بعد مشيت كملت ماستر بيتكنولوجي فيجيتال فاك دو سيونس. L'expérience en TAI date en 2012, donc j'étais recruté par une société privée. Mais là, je dis en tant que technico-commercial, j'ai eu l'opportunité de formation à la PIA. En tant que c'était une formation à des accompagnateurs pour les jeunes promoteurs. Donc j'ai eu mon diplôme. En même temps, tu as dit le bureau d'études de l'IO Finance Sharika, l'IFNFR. Vu la clientèle MTAC, la majorité sont des jeunes diplômés et l'IO Majiouk bleu. وقتها يفكروني بروحي انا ديجا كي كملت القرايه حبيت نعمل مون بروب بروجي ما لقيتش من نبدا دونك تفرحني التاش نتاعي اللي هي الاكومبانيمون تاع لي جون بروموتور هذوما من ليدي دو بروجي حتى كي رياليزاسيون ميم حتى في سويفي بعد الرياليزاسيون دونك كي نشوف حاجه بروجي نجح نحس حاجه كصغير كبر معايا فهمت. الحقيقة في الاكسبيريونس اللي قاعد نلم فيها كل يوم مع لي فورماسيون مع اون بلوس الرياليزاسيون تاع لي زيتود هذوما لازمك ديما اجور في تعمل في المارشي الفيزابيليتي ايكونوميك دونك لازمك ديما اجور مع لي فورماسيون دونك انا اسامة اليوم ولا ما عادش الاكسبير ان تونك انجينيور دونك ما عادش الاكسبير كهو معناها عندي الكاسكيت تاع الاكسبير نتاع الكونسيي نتاع الاكومبانياتور نتاع الفاسيليتاتور سورتو فاسيليتاتور دونك جي بوكو دو تاش افير دونك سي بوكو سي او سير. انا ماذا بيا نشوف تونس افيك لا سوسيتي سيفيل افيك ليتا يبداو قراب لي زيتيديون دونك كي كمل القرايه يعرف وين يمشي بالضبط ويتنحى كسيغتان بلوكاج اللي موجود عند لي جون دبلومي اللي يجيوني انا للبيرو ديجا ويبدا عنده كل شيء ما هو ما يعرفش اللي هو عنده كل شيء هذه الحاجه اللي نحب نراها انا عارف.